مرحبا برج الأسد، هذه قراءتك العامة، قراءة تصلح حق الشمسي الطالع والقمري. راح ننظر فيها إلى جوانب مختلفة من هذا الشهر، ولكن أول شيء راح نبتدي بالجانب راح نبتدي بالجانب المالي في المهنة والمشاريع والدراسة، هاي النوع من الأمور. برج الأسد، أشوفك هاي الشهر تحاول أن، ما بقول لك تخبي، تحاول أن تتمسك بغض النظر في أشوف حولك ضوضاء، أمور ثانية، أمور أو أشخاص قاعدين يحاولون يشتتونك عن ما هو مهم بالنسبة لك، العمل، المال، معاييرك في العلاقة. هاي الأمور قاعدة تمشي بطريقتك اللي أنت بيها هاي الفترة، تبي تمشيها على كيفك، أموالك أو حياتك المهنية، وظيفتك، ولكن كأنما في ضوضاء، في أشخاص محيطين فيك. التوقعات هي اللي بتعبدك يا برج الأسد. هذا لين الناس يريدونك أن تمشي بطريقة معينة وفق لتوقعاتهم. أنت هني كأنما تريد التحرر. التحرر مو شرط من كل الأشخاص ومن الشريك. نتكلم هني عن التحرر من التوقعات. يعني هني كأنما أن طالع عندك صوت بأنك ترغب في 10 الخماسيات. لما إحنا نبتدي نرغب في هاي الكرت، معناته إحنا نريد الأموال، الحب، السعادة، الزواج، الأبناء، كل شيء مجتمع، وحتى الحب، كل شيء مجتمع تحت سقف واحد. وعندك طريقة خاصة تسوي فيها هاي الأمر. تفكر في وظيفة حاليا، أو قاعد تقوم بحرفة، ببزنس، بعمل، على طريقتك وشروطك الخاصة. أشوفك هني صاير شوي عصامي ومستقل، وتحب أن تأخذ الأمور في يدك، وهذه طبيعتك. ولكن في نفس الوقت أنت اللي متعبك أن دائما عين الناس عليك، يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة من جوانبك. أنت حين في رحلة لتحقيق هاي النوع من الاستقرار، وهم قاعدين كل شوي ينطون في حياتك، يسألونك ماذا عملت، شنو راح تسوي، شنو التخصص اللي راح تختاره في الجامعة، وإذا تخرجت شنو ناوي تشتغل. هاي النوع من التركيز أو هاي النوع من الأسئلة قاعد يضايقك هاي الفترة. كأنما ما بقول لك تنسحب من حياة الأشخاص، ولكن تحصل على شيء من الحرية عشان يمكنك أن تسوي الأمور كما أنت رغب فيها في حياتك العملية. أوكي، لأن في أشخاص متعلقين فيك، تعودوا أن دائما يكونون حولك يا برج الأسد، ينجذبون إلى طبيعتك النارية. احتمال أنهم أبراج هوائية اللي قاعد تتعامل معهم، أو طاقتهم هوائية. طاقتهم دائما، الطاقة الهوائية هي طاقة الحساب والكتاب، طاقة فهمني، علمني، خبرني. دائما يطالبون بالأجوبة لأسئلتهم. منجذبين إلى طبيعتك النارية لأن أنت خلال هاي الشهر فعلا ستكون كطبيعتك، كقوتك برج الأسد، في تحقيق ماذا تريد وعلى طريقتك الخاصة. كل واحد منكم راح يملك طريقة خاصة، نظرة معينة، إنه شلون يريد يتخرج مثلا، شلون يريد أي وظيفة يحصل، شلون يريد يعمل على راحته في بزنسه الخاص. ولكن هذين الأشخاص شديدين التعلق، يحبون طبيعتك أو يحبون أن يعرفون أخبارك. يعني ما بقول لك نيتهم دائما سيئة، ولكن الفضول والتعلق فيك، يحبون أن دائما أنت تكون موجود في محيطهم. هذا اللي قاعد مسوي لك ضوضاء. ولكن أيضا راح تستطيع في نهاية المطاف ان انت توفق. عندك البداية الجديدة، عندك اللي راح تبتدي هني، تحط شروطك الخاصة. احتمال كبير ان انت قاعد تفكر في مشروع، لان دائما احنا نضع قوانيننا وشروطنا الخاصة لما يكون عندنا بزنس لحالنا، بزنس احنا مستقلين فيه، ما نخضع لسلطة احد. هذه هي طاقتك يا برج الاسد في حياتك المالية هاي الشهر. لا تريد ان تخضع لسلطة احد، وكأنما هني أنت اللي ماخذ طاقة ملكة السيوف. ملكة السيوف هي الملكة اللي تمنعنا من الاقتراب أو من أن نتجاوز حدودنا. ملكة السيوف شوي دبلوماسي، ملكة السيوف أبدا طابعها عنيف، طابعها قوي، طابعها لا يتفاهم، لا يحب أصلا النقاش. كأنك هني قاعد تقول أنا ابتديت أبني لنفسي بداية جديدة جميلة بعيد عنكم. الأمور احتمال أن خلال شهر مايو راح تبتدي، شو أقول لك، تنفتح أمامك أبواب الرزق، أبواب الكاستمر، أبواب النجاح. عندنا كرت النجاح الأول، توك تذوق
طعم النجاح، ولكن هاي الأشخاص يحاولون يردون، يدخلون حياتك، يسألونك، يحققون معك، وأنت هنا كأنما النصيحة لك أن تأخذ طاقة ملكة السيوف، أن تدافع عن محيطك، أن تدافع عن ما تحب. وكأنما هاي الأشخاص قاعد أصيدهم أيضا قلق، لأن أشوفك خلال هاي الشهر مثل ما قلت لك النصيحة لك أن تبعدهم عن محيط أحلامك. أنت هني في حلم قاعد تحققه فعلا على أرض الواقع، فكأنما هني صايدهم قلق، وين برج الأسد، وين فلان، شنو صاير معاه، ليش اختفى. أنت عندك أيضا طاقة الاختفاء أو الانسحاب من حياتهم مؤقتا، صايدهم قلق الأشخاص اللي حولك. كأنما هني القلق تعرف شنو مصدره، ما يعرفون خطوتك القادمة، دائما كانوا يتكلمون معك يعرفون انت شنو قاعد تسوي وشنو راح تسوي نكست او قادما في حياتك. خطواتك القادمة هني ما يعرفونها، وهذا سبب جزعهم. ولكن لا تقلق عزيزي برج الأسد، في النهاية انت كأنما هني قاعد ترسم رسمتك الخاصة، راح تستطيع ان تحصل على السعادة في وسط القراءة عندنا، السعادة اللي أنت تستحقها وتحلم فيها على طريقتك الخاصة. ممكن السعادة تعني لك أن دائما تكون مستقل وأعزب وعندك الكثير من الأموال، هذه سعادتك. يعني كأنما أنت قاعد تتملص من قيود المجتمع والمحيطين فيك، وأنت قاعد ترسم سعادتك الخاصة فيك. إذا السعادة كانت بالنسبة لك الزواج من حبيبك، الأسرة، الاستقرار، الأموال، هذه هي السعادة اللي أنت راح تمشي وتتوجه تجاهها من هذا الشهر. كن في عنصرك، كن قوي، لا تسمح لأي أحد أن يزحزحك أو حتى يعرف خطواتك القادمة. نيكست راح نشوف أو نلقي نظرة على الجانب العاطفي. القراءة العاطفية طبعا راح تكون عامة، لأن التفصيلية راح أسويها في قراءة منفصلة للعزاب والمنفصلين وأيضا المتزوجين، عشان تكون قريبة جدا إلى حالتكم. ولكن بشكل عام خلينا نشوف ما هي الطاقة العامة لحياتكم العاطفية. أوكي برج الأسد، أشوفك قاعد تكمل، كأنما هاي تكملة للي تونا قلناه في حياتك العملية. الحب موجود خلال هاي الشهر، متوفر الحبيب، متوفر من أجلك، أو الحب كأنما هني قاعد يطرق بابك توا في البداية. الموضوع عندك أنت، القبول أو الرفض عندك أنت يا برج الأسد. هل ستقبل أن يدخل حياتك؟ لا تنسى أنت على وشك أن تصنع لنفسك السعادة المستقلة، فكأن أنت هني قاعد تقول للحبيب خلال هاي الشهر أنا راح أقبلك أو أسمح لك أن تدخل في حياتي، ولكن في سيف. السيف شنو يقول لنا؟ السيف يقول عندي شروطي الخاصة، عندي توقعاتي الخاصة، أنا برج الأسد ما أحب أحد يفرض علي أي شيء. تريد أن تكون في حياتي هاي الفترة في ثمن. ما هو الثمن؟ تتصرف بطريقة معينة، احتمال أن أنت إما أنك ترغب في الارتباط، بعضكم يرغب في الارتباط، هذا راح يكون شرطك الصريح للشريك خلال هاي الشهر. تريدني أنا إنسان أرغب في علاقة جدية، أو العكس ممكن أيضا يكون العكس، تريدني ممكن نكون مع بعض، أنا متوفر عشانك نكون في علاقة، ولكن حاليا أنا عيني ليست على الارتباط أو ليست على الزواج، لأن الزواج دائما كان يأخذ مثلا من طاقتي، كان يشتتني عن هدفي، عن استقلالي المادي، عن الأمور اللي أريد أن أحققها. وكأنما هني مو أنك قاعد تهرب من الحبيب أو تبتعد عنه، كأنما هني قاعد مبيت النية أو تخش حلمك القادم، تخش هدفك عن الشريك. أنت فعلا أشوفك تريد وترغب في الارتباط، ولكن في نفس الوقت كأنما قاعد تحطه تحت الرداء مؤقتا عشان تحصل على اللي في بالك حاليا من الأموال، من النجاح، من تحقيق الذات، لحين ما تستطيع أنك ترتبط بهاي الشخص. في أمور معينة في بالك تريد أن تفعلها قبل أن تعطيه الجواب النهائي. احتمال أنك هني ترغب، أو النصيحة لك حتى أن تتعرف عليه أكثر. هتنسى عندنا شيء تحت الرداء، ما هو الشيء؟ هو ما عليك أنت تكتشفه إذا كان بخصوص الشريك.
التعرف على الشخص قبل الارتباط. قبل الارتباط عندنا سيف، معناته نتمهل، معناته إشارة قف أو تمهل أو أبطئ السرعة. ممكن أنت تقول للشريك هذا الكلام، ممكن النصيحة تكون لك بخصوص هذا الشأن، أن أنت لا تكون سريع الانغماس في العلاقة أو بسرعة تفتح أبواب. أنت لا تنسى، أنت مع المحيطين حولك في الحياة العملية كأنما تعطيهم طاقة السيف أو طاقة اللي قف، ولكن يقول لك حتى في الحياة العاطفية أنت أيضا المفروض منك نفس الشيء. إن دائما السيف معناته حقق، تحقق، اعرف أكثر قبل أن تصنع القرار، قبل أن تمنح الشخص تصريح دخول إلى حياتك. هذه هي النصيحة لك في المجال ومن الناحية العاطفية. اللي بعده رح ننظر على الصعيد الصحي والقانوني، نشوف ما هي الرسائل لك خلال هاي الشهر. اوكي، برج الأسد ريلاكس، لا تفكر كثيرا، لا تفكر كثيرا ولا تطيل الوقوف. هني هاي الكارت دائما يقول لنا لا تطيل الوقوف ولا تطيل الجلوس، لازم تكون معتدل. هذا كارت الانتظار، ولكن لما نقف على أرجلنا فترة طويلة بدون حراك هذا يؤذي الجسم. لما نفكر الكثيرا ونكون دائما في مرحلة انتظار هذا يؤثر على المؤشرات الحيوية عندنا، مثل الضغط، السكري، ارتفاع ضغط، هاي الأمور. انزين هني يقول لك خليك معتدل، اكتف، نشط، لأنك تتحرك كثيرا بحيث أن تؤذي نفسك ولا أنك قليل الحركة. وأيضا مطلوب منك التعرض للشمس. إذا كان عندك نقص في فيتامينات خصوصا فيتامين دي، التعرض إلى الشمس جدا ممتاز لك خلال هاي الفترة، قبل الساعة أو قبل شمس الصباح، قبل الظهر هي ما تحتاجه. بالضبط، عندك كارت يقول لك تحرك، خل جسمك ودمك يتحرك، لا تظل جالس لفترة طويلة بحيث انك تتحجر. لان اجتماع العناصر عندك في الفترة القادمة، لا تنسى انك على وشك النجاح، على وشك ان تفتح لنفسك ابواب جديدة، على وشك ان تدخل حياة جديدة، ولكن احتمال بمفردك، لان احنا نتكلم عن الحياة العملية هنا. احتمال انك راح تفتح لنفسك ابواب جديدة لمشروع، لدخل، لاموال، لتوظيف، عندك بداية جديدة في الحياة العملية. مع هاي البداية اذا كان عمل مكتبي او وظيفة، احرص ان انت ما تجلس كثيرا، تحرك، واحرص ايضا في نفس الوقت ان هذا الشيء ما يأثر على اسلوب حياتك. يعني مو بس لان تصير عندك اموال اكثر معناتها تأكل اكثر، وتأكل دائما اجتماع جميع العناصر معناته ان احنا نأكل كثيرا ونجمع الاكل في نفس الوقت، نأكل على بعض كميات كبيرة وفي وقت قصير، هاي النوع من الطاقة. احتمال ان ايضا مشاكل مثل عسر الهضم، الجهاز الهضمي، هي ما يجب عليك ان تحترس او تكون حذر في التعامل معه. خل اكلك منظم، خل اكلك خفيف، خل اكلك حتى لو كان دسم، ولكن الأكل الدسم مثلا لا تزود معه أكل ثاني، خله في أوقات مناسبة بكميات مناسبة. مطلوب منك التنظيم، خصوصا أنك مقبل على حياة عملية جديدة، احتمال أن تأتيك فيها أموال أكثر، تحقق نجاح سريع كبوادر سريعة. فأحرص أن أنت ما يخربط هذا الشيء برنامجك في الأكل ولا في الحركة ولا حتى في السهر. عندنا أيضا طاقة السهر هنا، خفف السهر، احرص ان انت تنام بكير. لان ايضا ممكن انك اذا سمعت النصيحة امورك ان شاء الله راح تكون تمام، ولكن اذا خربط نفسك مع بدايتك الجديدة في البزنس او في الحياة، هني كأنما راح تعاني بشيء من الدوخة. الدوخة سببها او الخمول سببها ان انت ما قاعد تهتم بنفسك، ولكن الحمد لله ما عندك أي مشاكل جادة خلال هاي الشهر بشكل عام. خلينا نشوف الصعيد القانوني، إذا عندك أي
قضايا في المحكمة، في الجهاز القانوني في الدولة، أو قضية في الشرطة مثلا. خلينا نشوف. عندك تسوية الأشخاص، أو أنت ممكن حتى فكرت أن الموضوع ما يستاهل وقتك وجهدك. أنت هنا مستعد تحارب، زين؟ في الوضع القانوني عندك قضية أو محكمة تستناها، أنت لحد الآن فيك نفس عشان تحارب. خلي أقرب لكم الكرتات. أنت لحد الآن عندك نفس عشان تحارب. عندك ملكة السيوف طلعت لك مرتين. أول مرة في حياتك العملية تقول للآخرين لا تقتربون مني ومما أحاول أن أصنعه، والشيء الثاني طلعت لك في حياتك القانونية. قاعد لحد الآن تقول أنا عندي النفس الطويل عشان أحارب، من أجل مثلا حضانة الأبناء، من أجل ملكية معينة، من أجل ورث. أنت لحد الآن عندك طاقة المحارب، ولكن كأنما هاي الأشخاص تمللوا أو تعبوا وحسوا أن الموضوع راح يطول أكثر من الوقت المستاهل، فيراح إن شاء الله يرجعون تجاهك ويعرضون عليك نوع من التسوية. المطلوب منك أن خذ التسوية أفضل من أنك تظل تحارب، لأن المواجهة أو هاي النوع من المواجهة في المحكمة راح يكون إهدار لطاقتك، لوقتك، لطاقة مهمة أنت تحتاجها في الجانب العملي في حياتك المقبلة، الحياة اللي أنت وشك أن تفتحها لنفسك. فكأنما هني اقبل التسوية، وإن كانت ما تعجبك وإن كانت مش اللي توقعتها، خصوصا إذا كانت مجرد تسوية مالية، لأن أنت على وشك أن تحصل على أمور ثانية أفضل راح تعوضك عن هاي الموضوع القانوني اللي متعسر عندك. كأنما راح تأتيك تسوية. أوكي، خلينا نشوف آخر شيء. من القادم في طريقك؟ أو ما هي الأخبار الجديدة القادمة في طريقك؟ لما أقول من القادم في طريقك، مو شرط حبيب، ممكن يكون زميل، شخص أكبر منك في السن يعطيك نصائح، فمو شرط أبدا. في شخص غاب عنك فترة طويلة، أو قطعك واختفى من حياتك فترة طويلة. ممكن أنت أيضا اختفيت من حياة شخص بإرادتك أو بإرادته. الإرادة موجودة هنا. في شخص ابتعد وفقا لإرادته الشخصية. هذا الشخص كأنما شو أقول لك، دائما كان مبيت النية أن يوم من الأيام لما الأمور تمشي تمام مرة ثانية رح يرجع لك. دائما كان مفكر أن أنت رح تكون أو تظل بانتظاره، تنتظره، ودائما رح يكون الباب معاه مفتوح، تخلي الباب مفتوح عشان هو يرجع لك في الوقت اللي يقرر فيه أن الأمور الحين تمام أو رح يرجع لك. أشوف عندك طاقة الدفاع، طاقة أيضا لا تقترب مني، مثل ملكة السيوف، طاقة اللي أنا مش محتاجك الحين دام أن أنت انسحبت، ما له داعي ترجع. طاقة اللي ليش راجع الحين؟ أنا حين أموري تمام، أنا حين ما أحتاج شخص مثلك في حياتي. هذا الشخص كأنما كان يبحث عن نفسه، ضائع، الزاهد يبحث عن النجمة، فكان ضائع أو هايم، هائم في وسط الليل، يبحث عن شو أقول لك، أمور كبيرة في حياته كانت مخربطة، لكن دائما كان مبيت النية أنه راح يرجع لك، لأنه في حب، لأنه في عشق أولي، مثل ما نقول انطبع في قلبه حبك. هاي النوع من الطاقة، يعني ظل دائما راسم أن مهما أنا ابتعت راح أرجع مرة ثانية إلى برج الأسد، وأنت اللي عندك طاقة الهجوم أو الدفاع أو لا تقترب مني، أو غير متقبل لعرضه ورجعته. خلنا نشوف ما هي النصيحة الأخيرة لك يا برج الأسد خلال هاي الشهر. The only thing that is real is love. الشيء الوحيد الحقيقي هو الحب. Shift your focus back to love. رجع تركيزك، أو دائما وجه تركيزك كله إلى الحب. لما هنا نتكلم عن الحب، مو فقط العاشق والمعشوق، الحب بكل أنواعه. أول شيء حب الخالق للمخلوق، حب ربك لك. نتكلم عن شجرة الحياة بشكل عام، اللي فيها الأسرة، الأبناء، النجاح، مساعدة الآخرين، العالم بشكل عام. هذا النوع من الحب. مطلوب منك يا برج الأسد، أول شيء
ببداية القراءة اللي سويتها لك. وإن كانوا في أشخاص أحسهم يحاولون يقتربون منك أو يعرفون أخبارك، ولكن افعل أنت كل شيء بداعي الحب. حتى انسحابك مؤقتا من حياتهم لا يكون بدافع عن تجرحهم، لأن أشوف أن عندهم طاقة مهتمين بشكل جاد في حياتك أو يهمهم أمرك. فكأنما هني يقول لك سو كل اللي تريد أن تسويه، أنت عندك الإرادة الحرة، لك حق بأن ترغب في هاي الرغبات بعيد عنهم، نعم، ولكن سو كل شيء بدافع الحب. لما ترجع افعله بدافع الحب. حتى لما ترفض شخص معين لا ترفضه بدافع الهجوم أو رد الكيد أو الانتقام. أنت محتاج طاقة الحب خلال هاي الشهر، طاقة اللي لأن أنا أحب نفسي وأيضا عندي احترام لك أو مودة، ما أشوف أن إحنا نصلح لبعض. فرق عندما تكون الرسالة كذي وعندما تكون أنا ما أحتاجك، أنت حين انسحبت، أنت حين ليش راجع، هاي النوع من الطاقة. أنت محتاج تتذكر أن إحنا نسوي كل شيء في حياتنا من أجل الحب. عشان نلاقي الحب اللي في بالنا لازم إحنا أيضا نعكس الحب، مو فقط للمعشوق. الحب لازم تعكسه للكل عشان تقدر توجده في حياتك. هذا هو السر.